مع التحاق الدفعة الجديدة بالدراسة في الكليات، عقد الملتقى الأول للطلبة الجدد الملتحقين بكلية العلوم التقنية بجامعة بن وليد في ظل الاستعدادات لتهيئة الطلبة للعام الجديد بالجامعة. تكلمنا معهم طبعا على اللوائح في الكلية والنظام السائر في الكلية، على نظام الامتحانات ونظام الحضور والغياب، وكذلك تكلمنا معهم على لما الطالب يتخرج من الفصل الأول والثاني أو ينتقل من الفصل الأول والثاني إلى الفصل الثالث أو يختار التخصص، يعني الأولوية في الاختيار. طبعا الملتقى بتنظيم وإشراف اتحاد طلبة الكلية بالتعاون مع مكتب شؤون الطلبة بالمكتب المسجل العام. طبعا هدف من هذا الملتقى هو تعريفي بالدرجة الأولى وخلق روح التعاون والمحبة ما بين الزملاء للتقليل من نسبة المشاكل التي تحدث مع بداية كل عام من الدفعات الجديدة. طبعا كذلك هذا الملتقى الهدف منه والهدف الرئيسي منه هو اطلاع الطلبة على القوانين واللوائح المعمول بها داخل الكلية. ملتقى هدف إلى تعريف الطلبة الجدد بالكلية والنظم واللوائح المعمول بها داخل الكلية بإشراف من المسجل العام ورئيس مكتب شؤون الطلبة ورئيس مكتب الخريجين ورئيس القسم العام وأعضاء اتحاد الطلبة.